كان مرحبا بكم مباشرة عبر قناة الرياضية من هنا من مدينة مراكش لمتابعة لقاء الودي الذي يجمع المنتخب الوطني المغربي أمام نادير البوركينابي هنا في أمسية كروية بملعب مدينة مراكش بعد الهزيمة وبعد الخروج من الكأس الإفريقية الأخيرة والظهور للمنتخب الوطني المغربي بمتغيرات عديدة بغيابات عديدة بأسماء أخرى بنظرة أخرى بعد ما يمكن أن نقول خيبة أمل كل المغاربة في الكان التي مرت بغينيا الاستوائية والغابون للنسيان والإقصاء. إذن المغرب أمام بوركينا فاسو في لقاء ودي وحيد قبل الدخول غمار المنافسة الخاصة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم. هنا يمكن الحديث عن أشياء عديدة في المنتخب الوطني المغربي في هذا الظهور بمدينة مراكش بالغيابات بعديد الأشياء، لكن هنا لحظة الدخول دخول العناصر الوطنية وسود الأطلس أمام بوركينا فاسو المنتخب الذي عانى كذلك في الكأس الإفريقية الأخيرة والذي يدخل بمدربه في سابقة لم تكن منتظرة الذي حضر بالأمس باولو دوراتي حتى آخر الفاتلات مدربين رفقة المنتخب البوركينابي وصراع كبير كان في مستودع الملابس بينهم وفي آخر المطاف دوراتي هو من سيحضر إيريك جيريز سيحضر أمامنا على الشاشة رفقة المنتخب الوطني المغربي بعد القيل والقال وأشياء عديدة. لكن في هذا الأثناء ننتظر عزف الناشدين الوطنيين والاستعدادات، وفي نفس اليوم هناك مباريات خاصة بدورة التمهيد للإقصائيات أو تصفيات الكأس الإفريقية 2013 في جنوب إفريقيا. أما الآن النشيد الوطني البوركينابي. سنبقى مع النشيد الوطني المغربي.
نعم بعد عزف الناشدين الآن أعطيكم تشكيلة الفريقين. بوركينا فاسو يدخل بتشكيلة التالية في حراسة المرمى سانو جيرمان بقى اسماء كوني بكاري كوليبالي بول كوفي محمد هناك زينغي هيرفي هذا الوافد الجديد على تشكيلة المنتخب البوركينابي هناك روامبا فلورون كابوري شار كوني جاد جاريجا وهناك تراوري رزاق و بيتروبا جوناثان ثم باريما بنجام الاحتياط هناك دياكاتي داودا سانكاري روبير ياميغو نارسيس هناك ني اداما تراوري بيرترون كيبي يايا وكيبي بوبكار المدرب هو البرتغالي باولو دواراتي يساعد بارو مختار وهناك المدرب الثالث هو بيدرو فيما تشكيلة المنتخب الوطني المغربي نادي المياغري في حراسة المرمى باقي الأسماء ميكائيل باسير زكريا بركديش مهدي بن عطية عادل هرماش يوسف العربي عبد العزيز برادة مبارك بوصوفة زكريا البيض نور الدين مرابط ومصطفى المراني الاحتياط محمد أمسيف عصام بادة زكرومي سمير عبد الرزاق حمد الله هناك عبد الفتاح بوخريس مهدي كارسي اللعب وهناك كذلك جمال عليوي وعصام عدوى إيريك جيريتس يقود تشكيلة المنتخب الوطني المغربي هنا كذلك طاقم التحكيم يتكون من علي المغيفري من موريتانيا بقيادة هذا الحكم ومساعدة صال عبد العزيز والحسن ديا ثم الحكم الرابع هو المغربي عبد الله العاشري وخليل الرويسي ومراقب المقابلة طاقم التحكيم ومن موريتانيا هذه تشكيلة الفريقين والمعطيات في انتظار بداية المقابلة عديد الأسماء التي غابت عن تشكيلة المنتخب الوطني بسبب الإصابة رغم أن مواقع الأندية الرسمية لم تشير إلى إصابة بعض اللاعبين على رأسها مروان الشماخ الذي غاب بالهند الذي حضر حتى معسكر الفريق والمنتخب الوطني المغربي وبعد الفحص والكشوفات تبين أنه مصاب وغادر هناك يمكن الحديث عن غياب السعيد كذلك عن تشكيلة المنتخب الوطني المغربي القادوري الأحمدي هذه الأسماء الغائبة عن المنتخب الوطني المغربي هناك العليوي عدوى الحاضر والمصاب العليوي المصاب كذلك الأحمدي ثم نبيل درار الذي غاب منذ بداية المعسكر واسماء جديدة على رأسها عبد الرزاق حمد الله اللاعب الذي نودي عليه للمنتخب الأولمبي الذي فاز بالأمس أمام فيتسرنهايم الهولندي بهدف مقابل الشيء لكن ارتأى إيريك جيريتس أن ينادي على حمد الله رفقة الكبار هناك الزكرومي برادة البيض هذا نجم من نجوم الدوري الهولندي الارديفيزي هناك بركديش لاعب لونس الفرنسي ولاعب المنتخب الأولمبي وبكر الهلالي وبحري في مغياب حجي وخرجة وتعربت وعدم المنادات عن هذا الأسماء في تشكيلة وفي مفكرة إيريك جيريتس انطلق اللقاء مشاهدينا الكرام والكرة في وسط الميدان الكرة في وسط الميدان والمتابعة للمنتخب الوطني المغربي وكرة المنتخب البوركينابي داخل منطقة العمليات البحث عن المراوغة والمرور لكن تدخل لكن تعود مرة أخرى البحث عن العرضية أسماء شابة تضم قائمة المنتخب البوركينابي الذي يبحث عن بناء منتخب قادر على المنافسة على مستوى القارة الإفريقية خصوصا تحدثنا وقلنا أن زامبيا حققت ما لم يكن منتظر في الكأس الإفريقية الأخيرة وقدم عروض قوية أمام منتخبات كبيرة على رأسها الكوت ديفوار بقيادة ديدي دروغبا وغياب المنتخب الوطني المغربي وخروجه من الدور الأول بعدما كان أحد المرشحين على الورق لأن يكون حاضر بقوة وبالتالي هذا ما لم يكن منتظر بالنسبة للجماهير المغربية والمتتبعين وما يؤكد ذلك هو الحضور الجماهيري إن كان العدد ليس بالعدد الذي تعودنا عليه خصوصا في المباريات الأخيرة عندما كان يمتلئ مركب مدينة مراكش بالجماهير ولا مكان من أجل متابعة المنتخب الوطني المغربي لكن النتيجة الأخيرة لازالت في البال ولازالت في أذهان الجماهير المغربية الآن المنتخب الوطني المغربي لا مجال للخطأ في المباريات القادمة لا مجال للخطأ كذلك في قادم المناسبات البحث عن التأهل إلى كأس العالم والبحث عن التأهل كأس إفريقيا 2013 بجنوب إفريقيا هذا هو الطموح المنتظر إيريك جيريتس قد يستفيد من الدرس قد يستفيد من معاشه في القارة الإفريقية قد يفهم جيدا ما هي الأدغال هنا
بالقارة الإفريقية القارة السمراء، ولم يعود له هامش للخطأ كذلك في قادم المناسبات. وما يمكن أن نقول المنتخب الوطني المغربي الآن رغم هذه الأسماء وهذه الوجوه الجديدة ننتظر ونعول كثيرا على هذه الأسماء أن تقدم عروض طيبة وأن تكون واقعية أكثر وأن تقدم عروض أقوى على مستوى المباريات الرسمية. كرة في وسط الميدان لصالح المنتخب البوركينابي، يقول الحكم خطأ. بوركينا فاسو بأسماء محترفة على مستوى الدوريات الأوروبية من الدوري الروسي، يحضر لأول مرة إيرفي زينجي هذا المحترف بالدوري الروسي. كرة فيها راية من الحكم المساعد الأول تيريك كروزني نادي هيرفي زينجي اللاعب الوافد الجديد رفقة المنتخب البوركينابي. حتى الأمس قلت حضر باولو دواراتي الذي خرج مسبقا من مفكرة الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، حضر حتى الأمس إلى الفندق وأصبح اليوم رفقة المنتخب البوركينابي في كرسي الاحتياط، وكان صراع كبير في مستودع الملابس بين الثلاث مدربين سبق وتكلمت منذ البداية. بارو مختار البوركينابي الذي كان رفقة المنتخب كمدرب حتى آخر اللحظات قبل الصعود إلى غرة التعليق، تم تغيير هذه الأشياء وأصبح دوراتي هو المدرب بمساعدة بيدرو الذي كان مساعدا له في الكأس الإفريقية الأخيرة. وهناك بارو مختار، كرة صالحة المنتخب الوطني المغربي. برادو يمرر الكرة، برقديش يبحث عن العرضية وراسية وركنية. برقديش إيريك جيريتس الوجوه الجديدة والأسماء المحلية. قد نعود لما قاله إيريك جيريتس بالأمس عندما قال سأزور مدربي البطولة الوطنية المدربين الوطنيين واحدا واحدا، وسأبحث عن تنظيم كل شهر ثلاث أيام ومعسكر وكرة عالية وتدخل الحارس حارس سانت اتيان سانو جيرمان. قال إيريك جيريتس سنقوم على بناء منتخب محلي يجتمع كل ثلاث أيام في الشهر، وسنبحث عن تطعيم المنتخب الأول من المنتخب المحلي. وكرة من الجهة اليمنى، البحث عن التقدم الآن، محاولة المرور من بيترو ويا جوناتان يبحث عن التمرير، فرصة المنتخب البوركينابي. دائما إبعاد من الدفاع، غياب القنطاري كذلك المصاب. إذا القنطاري يمكن الحديث عن الكوتري أحد الأسماء التي لا أحد فاهم ماذا وقع لدى اللاعب الذي كان طيلة الإحصائيات أحد الأسماء الرسمية وكان يشكل ثنائي رفقة بن عطية، لكن في الكأس الإفريقية الأخيرة خرج مفكرة إيريك جيريتس وتابعنا القنطاري كرسمي بعد غياب لمدة سنة. أسماء عديدة لم وليست بالجائزة حضرت رفقة المنتخب الوطني المغربي، وبالتالي هذه الأسئلة التي طرحت. وعلى ذكر هذه الأسئلة فيمكن أن نتحدث عن ما تعيشه الأندية المغربية. هنيئا للمغرب الفاس مرة أخرى والثلاثية والفوز بكأس السوبر بعد 20 سنة كان حكر على أندية عصبة الأبطال الإفريقية، أصبح في حوزة نادي المغرب الفاسي بعد الرجاء. وبالتالي المغرب الفاسي الذي فاز بنهاية كأس الكونفدرالية وكذلك كأس السوبر، الحديث عن الوداد الذي لعب نهاية عصبة الأبطال، وكل هذه الأندية والناديين بأسماء مغربية ومحلية تقدم عروض قوية على مستوى الحضور الإفريقي. زكريا البيض لاعب بيس فيندوفن أحد الأسماء التي تتحدث عنها الصحافة بقوة بالدوري الهولندي. أول حضور له رفقة المنتخب الوطني، أول منادات. كان من المنتظر أن يكون اللاعب كبير لاعب كاغلياري الإيطالي، لكن هو كذلك لعنة الإصابات تبعد هذا اللاعب. سينفذ التماس، تعود لصالح المنتخب البوركينابي في البحث عن بناء هجومي. يمكن الحديث عن شارل كابوري لاعب اولمبيك مارسيليا احد الاسماء المعروفه لدى الجماهير المغربيه المتابعه للدوري الفرنسي والدوريات الاوروبيه بقوه. بناء هجومي لصالح المنتخب البوركينابي. ضغط على حامل الكره تعود لصالح المنتخب الوطني المغربي داخل المنطقه العمليه. تضيع هذه الفرصه، هل سنعود لتضيع الفرص كما صرنا نضيعها في لون الاخيره بقوه؟ تعود الكره لصالح العناصر البوركينابية. أبرز المحاولات لصالح المنتخب الوطني المغربي. تضيع داخل منطقة العمليات بعد تدخل سانو جيرمان حارس سانت تيتيان الفرنسي. ونراسية من برقديش، محاولة التمرير كرة أمامية
بركديش أمرابط أحد نجوم الدوري التركي نور الدين أمرابط كايسر سبور كرة للاعب دينيز الإيطالي برادة لاعب خطافي أحد الأسماء التي قدمت عروض قوية واستحسنت الجماهير في الكأس الإفريقي لقلم 23 سنة التي نظمت في المغرب فاز بها المنتخب الكابوني فقط للتذكير ضربة مرمى نادي المغرب في التنفيذ سنرى الوجوه الجديده الاخرى التي حاضره وفقه المنتخب الوطني المغربي على مستوى كرسي الاحتياط سنتابع ونترقب كره تعود لصالح المنتخب الوطني المغربي بركديش من الجهه اليسرى قلت كذلك عديده هي المباريات اليوم كان احد خصوم المنتخب الوطني المغربي في تصفيات كاس العالم ومحاوله تسديد وركنيه صالح المنتخب الوطني المغربي كامبيا امام الجزائر فاز المنتخب الجزائري بهدفين مقابل هدف نتيجه فيها البحث عن هذا المنتخب الكامبي لمعرفه مدى قوته واوراقه وهو احد خصوم المنتخب الوطني المغربي بصفه في التنفيذ يرفع الكره عاليه داخل منطقه العمليات راسيه و ضربه مرمى يمكن الحديث عن الجماهير الحاضره هنا عند دخول عناصر المنتخب الوطني المغربي اصبحت تنادي باسم بلندا هنا نتابع الكره التي ضاعت من يوسف العربي يوسف العربي لاعب الهلال السعودي احد الاسماء المرموقه في الدوري السعودي لاعب السابق ليكوان الفرنسي كره من الجهه اليسرى البحث على العرض يرسل المنتخب البوركينابي و ضربة مرمى كرة عالية شارل كابوري كذلك بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي اللي غادي يبحث على اسماء كيف ما سبق وشرت وكي يتضح ذلك ان هذا اللقاء هذه الاسماء يمكن ان نتابعها في هذا اللقاء وننتظر خصوصا سننتظر لان المباريات القادمه ستكون رسميه في شهر يونيو تنطلق المباريات الرسميه امام كامبيا ثم ساحل العاج مباراتان في اسبوع واحد لا مجال للمباريات الوديه امام ريك غراس والمنتخب الوطني المغربي تلعب الكره كذلك الجماهير نادت باسم بلهندا طويلا هذا الاسم النجم في الدوري الفرنسي في مونبوليي الفرنسي كذلك يمكن ان نقول انها نادت بعد الاسماء كالمراني اسماء محليه لتشجيع اكثر في هذا المقابله كان هناك سافره استيجان ثم بعد ذلك تم المنادات باسم باد دوزاكي المدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي الذي وصل الى النهائي 2004 بتونس هذا ما عيشناه مع بدايه المقابله من الجماهير الحاضره مشاهدينا تلعب الكره بثنائيه تعود مره اخرى في وسط الميدان شارل كابوري يمرر الكره اماميه ما كاينش لك تسلل وخروج نادر المغربي في دور المدافع المتاخر لابعاد الخطوره عن مرماه نادر المغربي عميد المنتخب الوطني المغربي في غياب الحسين خرجة وغياب الأسماء الأخرى سبق وتحدثنا عنها تلعب الكرة في وسط الميدان بعد النتيجة المخيبة الأمال أمام المنتخب التونسي والمنتخب الكابوني والفوز الوحيد أمام النيجر والخروج والإقصاء مرة أخرى من كأس إفريقيا للأمم الحلم الذي يراود كل المغاربة من أجل أن يتحقق وأن يصير حقيقة على مستوى الواقع بعد سنوات عجاف تعود الكرة في وسط الميدان لصالح العناصر البوركينابية التي تبحث بقوة على السيطرة في وسط الميدان والبحث على بلوغ مرمى المنتخب الوطني المغربي وتبحث على ممر وتغرى وتسديدة تسديدة كانت من بيتروية جوناتان 25 سنة تابوا لعادة كان صاحب التسديده مراني انطلاق هرمش يبرر الكره اماميه للجهه اليمنى بحث عن تمرير كريستيان باصير عوده لصالح العناصر الوطنيه بوصوفه
بحث عن التمرير، مقطوعة الكرة بسرعة، كيسترجعوا عناصر المنتخب البوركينابي الكرة. كابوري كترجع الكرة الخلف من كوني باكاري لاعب ليون الفرنسي، اعتماد على اللمسة الواحدة من طرف عناصر المنتخب البوركينابي. نياغري عطية لاعب تونيزي، عيب لي هناك فقط حديث على مستوى أوراق الصحافة الإيطالية عن إمكانية انتقال آخر الأندية التي كتبت في عناوين إيطاليا. إنزيما خاشكالا نادي روسي اللي كيلعب فيه كول مبارك بوصوفا وكارسيلا بوصوفا، يبحث عن التمرير بوصوفا وكارسيلا، جوج ديال الاسماء اللي يمكن نقولوا غياب الجاهزيه بسبب الدوري الروسي، فتره التوقف حتى في حضورهم في كاس افريقيا الاخيره. العربي العائد من الاصابه رفقة نادي الهلال اليوم يبحث عن التسجيل، رفقة المنتخب الوطني المغربي يبحث عن التسجيل. إذا ستلعب الكرة وستنفذ مارك بوصوفا سانور جيرمان، إذا ستنفذ بوصوفا في التنفيذ، بوصوفا في التنفيذ. كرة صالحة للمنتخب الوطني المغربي عن طريق كرة ثابتة، تلعب الكرة ومرة أخرى عالية فوق مرمى الحارس جانو جيرمان. قد لحد الآن لا نستغل الكرة الثابتة، الأشياء التي يجب أن يتم العمل عليها بطريقة يمكن أن نقول. ونتابع الإعادة لمحاولة المنتخب البوركينابي التي عرفت تدخل نادي المغري. كرة عالية من سانو راسية، حاول استرجاع الكرة شار كابوري الجهة اليمنى، بيتر ويا جوناتان يعيد الكرة الخلف محمد كوفي بيترو جيت المصري. كوفي لازال كيحفظ الكرة، كرة أمامية داخل منطقة العمليات. تغيرت الكرة الإفريقية بشكل كبير مشاهدينا في الآونة الأخيرة، الكأس الإفريقية الأخيرة اختلت فيها موازين القوة على مستوى الورق، لكن منذ مدة نعرف جيدا أن لا فرق بين الكبير والصغير على مستوى الكان، على مستوى إفريقيا تتضح الأمور. زامبيا ظاهرة جديدة في كرة القدم الإفريقية حاملة اللقب أمام ساحل العاج ذات التاريخ والأسماء وتشيلسي وكبريات الأندية العالمية من الإسبانية وكذلك الإنجليزية بالخصوص. غانا بنجومها سقطت في الكان الأخيرة، الكل سقط، لكن هذا لا يعني المنتخب الوطني المغربي وكذلك إن سقط لا بأس، لكن هو مطالب بتحقيق نتائج إيجابية بحكم الكم والأسماء التي تعد رفقة المنتخب الوطني المغربي، حتى وإن كان هناك غياب البعض عن الجاهزية، وهذا الشيء أصبح واقع. كرة في وسط الميدان، البحث عن المرور والمراوغة وخطر لصالح برادة، خطا لصالح برادة لاعب خطافي 22 سنة، أول لقاء رفقة المنتخب الوطني المغربي الأول. العزيز برادة غياب مجموعة من الأسماء، نرى اليوم برادة لمس نهني المنتخب الأولمبي أهل لأولمبياد لندن الصيف القادم إن شاء الله، التوفيق للمنتخب الأولمبي. سيدخل غمار دوري تولو الفرنسي، ستلعب الكرة بوصوفا في التنفيذ، بوصوفا يرفع الكرة داخل منطقة العمليات، والكرة العالية دائما الغلبة والأسبقية للدفاع على المنتخب البوركينابي. المنتخب الأولمبي أحد الأسئلة المطروحة أمامه، أسماء قوية في المنتخب الأول، هل ستكون حاضرة بلندن رفقة المنتخب الأولمبي؟ أسماء لازال أمامها فرصة، يمكن تكلموا على راسها بالهندا اللي ودي أسماء، ماشي يمكن نقولوا أنها من ثلاث الأسماء اللي فوق 23 سنة اللي ممكن أنها
تكون حاضرة، لكن أسماء لأقل من 23 سنة اللي كتكلموا على لاعب بالهندا بالخصوص، بغض النظر إلى تكلمنا على الكوتاري لا تعرفت قائمة طويلة بكل صراحة الأسماء كتلعب رفقة المنتخب الأول، لكن القول أن عندها فرصة الحضور، لكن الحديث ربما سابق لوانه. غير هذه تساؤلات طرحت حتى بالأمس في حديث تمام بين فيربيك في الندوة الصحفية التي عقدت بعد المقابلة، وقال لا يمكن الحديث الآن لكنني أبحث وأنتظر هل سأخذ بعض الأسماء من الفريق الأول كي تكون حاضر في الأولمبياد القادمة. الكل سينتظر هل هذه الأسماء ومن هي، وكرة داخل الضغط العملية لصالح المنتخب الوطني المغربي. مبارك بوصوفة يسجل الهدف الأول. لاحظوا حب المنتخب الوطني المغربي الحاضر هنا بالجماهير رغم ما تحدثنا، لكن دائما يبقى الخميس والعلم والمنتخب الوطني المغربي فوق كل شيء، هدف مقابل الشيء. فرحة الجماهير بهذا الهدف، لأن الآن بواقعية أكثر يجب ان يكون الحديث. لاحظوا العربي وسع التسديده الاولى، ولكن بارك بوصوفو اللي سجل الهدف. الان الكل مطالب ب، لاحظوا التمريره تبرد اللي كان صاحب التمريره، الان مطالب متابعه المنتخب الوطني المغربي على اساس نتابع هذا الفرصه القادمه 2013 وفرصه التاهل الى كاس العالم 2014. هذه الأشياء المطروحة والمنتظرة حتى من الجماهير التي تمني النفس برؤية منتخب قوي ينافس المنتخبات الإفريقية. لاحظنا تطور المنتخب الغابوني بشكل كبير، لاحظنا المنتخب التونسي الذي وقف سدا منيعا أمام العناصر الوطنية، وتابعنا عديد الأشياء. هنا كرة راسية تعود مرة أخرى، هدف مقابل شتى تتغير الامور صالح المنتخب الوطني المغربي. كره من الجهه اليمنى، تمريره تعود لدفاع المنتخب البوركينابي. سانو جيرمان يرفع كرة عالية نحو التماس صالح منتخب بوركينا فاسو. و94 سيد كاس افريقيا وغادوغو بوركينا فاسو كاس المنتخب الوطني المغربي بهدفين مقابل هدف. 96 بالرباط كان تعادل 0 مقابل 0، ثم نهاية كاس افريقيا بمالي المنتخب الوطني المغربي فاز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف 2002 و2003 بمكناس المنتخب الوطني المغربي في قاوي فاز على بوركينا فاسو بهدف مقابل شيء. 2004 بالرباط فاز المنتخب الوطني المغربي على بوركينا فاسو بأربعة أهداف مقابل شيء. هنا محاولة المرور وتغطية دفاعية من المراني وهناك تماس يقول الحكم. 2006 المغرب فاز في لقاء ودي امام بوركينا فاسو بهدف مقابل شيء. المباريات الاخيره لجماعه المنتخبين كانت فوق الخط والحكم يرفع الرايه يقول ان هناك تماس. بين الوجوه التي تحضر كاول مره على مستوى كرسي الاحتياط طلعت بكره الهلالي لاعب الوداد السكروني لاعب المغرب الفاسي. يمكن الحديث عن بحري لاعب الفتح الرياضي الرباطي، وحمد الله لاعب اولمبيك حسن وهداف الدوري المغربي 9 اهداف. وهذه الاسماء التي تتكلم عنها هي اسماء الدوري المغربي. كره عاليه، هذا النقاش الذي يثار دائما في الاوساط الكرويه والبطوله الوطنيه ومدى امكانيه تطعيم المنتخب الوطني المغربي الاول. ونعرف ان طموح اللاعب المحلي وبلوغ منتخب الوطني
هذا احد الابواب التي ينتظر ان تفتح امامه على مستوى مشواره الكروي. كره تنطلق هذه ديال الاسماء التي كانت من الدوري المغربي وقدمت عروض كبيره رفقه المنتخب الوطني المغربي. يمكن نذكر عديد الاسماء لكن نذكر نور الدين النايبات، صلاح الدين بصير، وقائمه طويله. وكره اماميه الان، برك بوصوفه يبحث عن تمرير الجهه اليسرى، مرابط يبحث عن انطلاق، وهناك تسلل يقول الحكم المساعد الثاني. هناك تسلل تابع لعادة. نعم صاحب الحكم في قراره تلعب الكره. انطلاق رساله المنتخب البوركينابي اللي كيبحث بدوره تحقيق نتيجه ايجابيه امامه ضغط الجماهير وكذلك في بلده بعد النتائج السلبيه التي حققت. وكره داخل منطقه العمليات وتدخل وتغطيه وركنيه مع تدخل بن عطيه. تدخل بن عطيه عادي دنا عربي قلت غادي تنفذ الركنيه. لعبات الكره عاليه داخل منطقه العمليات، تدخل نادي المياغري تعود دائما لصالح العناصر البوركينابيه من الجهه اليسرى، البحث عن العرضيه. كابوري كيرفع كره عاليه داخل منطقه العمليات وتعود صالح العناصر الوطنيه. امرابط ما كاينش خطا، كم كيعلن الخطا في اخر مطاف لكن لا يثير كذلك. هو كم عدد الاسماء اللي ممكن تدخل في هذه المقابله وهذا كيبقى بين المنتخبين على مستوى كرسي الاحتياط. راسية تعود رسالة العناصر الوطنية. كرة من الجهة اليسرى برقديش. برقديش صافرة. يحلف في التماس محمد كوفي. تكلمنا على منتخب بوركينا فاسو اللي عاد 30 نقولوا 24 سنة. هناك عناصر احترف مجموعة من مختلف الدوريات، كوني باكاري ديون فرنسي، كوني بالي شارلوروا البلجيكي، هناك هيرفي بدوري روسي، فلورون بمولدافيا، يمكن هو وباليما بنجامان عفوا. هناك ستاد ريني بين لاعب بيترويا جوناثان و ليتشيا دانسكا البولوني رزاق تراوري رقم 21 ودينامو بوخارست الروماني كوني جاجا خيجا لاعب رقم 8. لعبات كرة الجهة اليمنى بصير يعيد الكرة بن عطية هرماش. المنتخب المغربي كيتقدم الآن في نص الميدان، المنتخب البوركينابي الكرة كترجع براسية بتروية جوناثان. الانطلاق كيراوغ كيمرر الكرة الجهة اليمنى كتمرر الكرة غادي يبحث على التمرير باليما لكن بعيدة. باليما بين جامع ضربة مرمى تا مباريات الودية في هذا التاريخ الخاص اتحاد الدولي لكرة القدم. لمسة المنتخب البرازيلي فاز على بوسنا وليرسك بهدفين مقابل هدف. عديدة النتائج، المباريات تلعب في نفس الوقت. خطأ يقول الحكم و بطاقة صفراء لاعب ميكائيل كريتيان باصير رقم 2. تابعوا لهذا منتخب مصر الأولمبي فقط نتيجة فانهزم أمام المنتخب الإسباني الأولمبي بثلاث أهداف مقابل هدف. تلعب الكرة عالية الكرة داخل منطقة العملية، تدخل نادر المياغري. المنتخب المصري فاز على منتخب كينيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء. الليل الماضي هنا خطأ وبطاقة صفراء أظن لرزاق تراوري. نعم
الى حصل بطاقه صفراء. لاعب ليتشيا دريسكا البولوني تابعوا الاعاده بعد التدخل، كان كيحاول ايقاف بارك بوصوفا ومسجل هدف. بارك بوصوفا هو اللي سجل الهدف. لاعبين زي خشك الله والهدف الخامس له رفقة المنتخب الوطني المغربي. وان شباخ 17 الهدف، حجي كذلك يبقى هداف المنتخب الوطني المغربي. حجي وحسين خرجه كذلك، حاولت توني بطريقة جميلة لكن ما أرادت عناصر المنتخب الكينامي. المنتخب ما نقولوش أنه رغم خروجه من كأس إفريقيا أنه منتخب ضعيف، لكن كيف ما سبق أشرت المنتخبات الإفريقية أصبحت كتقدم عروض قوية، كتعتمد على التقنية وكتعتمد على البنية الجسمانية والقتالية. حنا شفنا تصريح عبر قناة الرياضية الميلاندية يتكلم على كذلك القتالية في كأس إفريقيا الأخيرة. أمام غينيا انتظار نتيجة المقابلة، أن المنتخب سعى العاج أحد خصوم المنتخب الوطني المغربي في تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. رفع وسط الميدان، حاول التمرير كانت من كوني جا خيجا دينامو بوخارست، كترجع الخلف كوني باكاري. كوني باكاري 23 سنة كرجع الجهة اليمنى حتى التمرير. محمد كوفي، محمد كوفي كرجع كرة، الجماهير لا زالت تتقاطر على المدرجات في هذا الاثناء. بول كوليباري كترجع على العناصر الوطنيه كيسترجعوا الكره، بحث على الهجوم. برادا، برادا عبد العزيز لاعب اللي كيبقى لاعب ماريو كيلعب في خطافي في احد الدوريات القويه الدوري الاسباني، كان الحديث وكذلك طالعوا من اجل الانتقال لاحد الانديه الاسبانيه الاخرى، لكن كيبقى لا شيء رسمي، فقط حديث الصحافه في مختلف البطولات. برقديش بوصوفا عند مرابط، بوصوفا لاعب كيلعب دور محوري، ونارماش صاحب الدور الدفاعي. بيض بحث عن الحلول امام عناصر المنتخب البوركينابي. انطلاق من الجهه اليمنى، صالح رزاق، رزاق يبحث عن التمرير. كره في الجهه اليسرى كترجع، كره اماميه في اتجاه يوسف العربي. يوسف العربي لازال عنده الكره يبحث عن التمرير بالكعب، لكن كانت واضحه تمريره العربي. حتى اللاعب كوني باكاري مغلق زاوية الرؤية بالنسبة للمرمى، زاوية الرؤية اللي كانت أمام العربي. فبالتالي عرف أن العربي غيبحث على تمرير بالكعب. رماش، رماش كيحافظ على الكرة. بن عطية الجهه اليمنى، بوصوفا سبق وتكلم إيريك كاريتس المنتخب الوطني المغربي وقال انه سبق قدم عروض طيبه لكن عمليه تضييع الفرص تسلل يقول الحكم. لاعب امرابط كايزر، كايزر سبور، كايزر سبور احد الانديه التركيه، يلعب لقاء السادس له، سجل هدف واحد كان في دوري الجي كاب نادي المغري. يقودوه الان على مستوى رقعة الميدان. فالمنتخب الوطني المغربي يستلم ايقاع المقابله، بالتالي كيبحث على الحلول. كرة أمامية عربي وخطأ كيقول الحكم، خطأ
تعب الكرة وسط الميدان، كترجع الخلف، دفاع متقدم لعناصر المنتخب الوطني المغربي أمام عناصر منتخب بوركينا فاسو. كرة عالية في وسط الميدان برادة، كيتمكنش من الحفاظ على الكرة، تعود أمامية لها لصالح المنتخب البوركينابي. المنتخب البوركينابي عنده قدرة على بلوغ مرمى المنتخب الوطني المغربي، هنا خطأ لصالح بيتر وايات جوناتان. لاحظوا الإعادة، كان تدخل من برادة في دور دفاعي أو من ارتكب الخطأ اللي هو مهدي بن عطية. الكرة السابقة ليكوني تخجة، كرة ثابتة لصالح منتخب بوركينا فاسو. المنتخب الذي لم يفوز في أي مقابلة بغينيا الاستوائية والكابون، عندما انهزم مونغولا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الأول، وانهزم أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل شيء، وانهزم أمام المنتخب السوداني بهدفين مقابل هدف. مجموعة هي الخاصة بتصفية كأس العالم، سيلعب أمام الكونغو والكابون والنيجر. تلعب الكرة صالح المنتخب البوركينابي، ودائما التقدم صار المنتخب المغربي بهدف مقابل شيء. لاحظوا عملية التنفيذ ومدى خطورة الكرة البوركينابية على مستوى الكرة الثابتة الأخيرة. تابع لهذا، هل هو نعم أحد عناصر المنتخب البوركينابي يقدر يرتطمس به الكرة. يغري، ترفع كرة عالية مدرسية، هناك أمرابط اللي كيبحث على الكرة، كترجع عند سانو جيرمان. سانو جيرمان مازال كيحافظ على الكرة، يبحث على التمرير. جماهير كتخاطر من أجل متابعة هذه المقابلة، من أجل متابعة لقاء المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب بوركينا فاسو في هذا اللقاء الودي. كنت أود أن أرى هذا العدد وأكثر بالأمس للمنتخب الأولمبي أمام فيتي سارنهايم، المنتخب الذي يجب مساندته، وكذلك أنه منتخب قد يطعم المنتخب الوطني الأول وأمامه الألعاب الأولمبية القادمة بلندن لعاصمة الضباب، على أساس إن شاء الله أن ينجلي الضباب أمام العناصر الأولمبية. كرة لصالح مبارك بوصوفة، مبارك بوصوفة يحصل على خطأ، تلعب الكرة هرمش الجهة اليمنى بصير. الآن كننتظروا زكريا البيض، هناك تسلل زكريا البيض، الآن كيبحث على حضور جيد في هذا اللقاء الرسمي. تابوا لهذا العودة من تسلل، يقول الحكم كوني باكاري. كرة أمامية من رزاق، كترجع عند لاعب العربي رزاق صالح العناصر البوركينابية. لاحظوا بسرعة شار الكابوري يفتح ممر، لكن كانت أسرع خارج المستطيل الأخضر، ضربة مرمى. تكلمنا عن المنتخب الوطني المغربي، عن المنتخب البوركينابي، عن المنتخبات التي عاشت أقوى أيامها رفقة تروسي. هنا تخرج الكرة، فيليب تروسي المدرب الذي حضر بقوة رفقة المنتخب البوركينابي اللي كان منتخب مغمور السنوات السابقة، لكن اليوم يحضر أحد الأسماء التي لها اسمها في القارة، ويجب احترام كل المنتخبات الإفريقية خصوصا في الآونة الأخيرة المنتخب الزامبي على العروض التي قدمها والطاولة التي دارت في واجهة هذا المنتخب ليغير الأمور. الانطلاق من كوني باكاري، ويجب العمل بشكل كبير من أجل دراسة مميزات المنتخبات الإفريقية، لأنها في آخر المطاف المنتخبات
التي تواجه المنتخب الوطني المغربي خصوصا على مستوى كاس افريقيا والتصفيات لبلوغ كاس العالم. تمريره مياغري إريك جريتس أمامنا على الشاشة. نتمنى أن يكون قد استفاد من الدروس السابقة، أنه مسبقا نعرف أنه لم يخوض تجربة على مستوى المنتخبات ولم تكن له تجربة حتى على مستوى الحضور في القارة الإفريقية، ولا تجربة له كانت بين المنتخب الوطني المغربي بعناب أمام المنتخب الجزائري والعزيمة بهدف مقابل الشيء كرة، لكن الأدغال الإفريقية بالغابون وغينيا الاستوائية والقادمة جنوب إفريقيا هي أدغال مختلفة تماما. السنوات الأخيرة لم نعد قادرين عن التقدم نحو المراحل الأخرى، هنا نكتفي بالدور الأول أو عدم التأهل. كرة تعود في وسط الميدان، شارل كابوري كرة الجهة اليمنى مرابط في الدور الدفاعي لكن لم يتمكن من الكرة. روانبا يعيد إلى كوني باكاري، كوني باكاري في وسط الميدان، شارل كابوري. شارل كابوري يمكن نتحدث ونقول أنه الاسم النجم الوحيد في تشكيلة المنتخب البوركينابي لاعب أولمبيك مارسيليا. كرة أمامية تاول للحارس سانو جيرمان، مشعلنا الجماهير، جماهير المساندة لمنتخب بوركينا فاسو والجالية البوركينابية. بن عطية يبحث عن التقدم، حاول تمرير، اعتماد اللعب على الأطراف. تنفيذ التماس برقديش، رجع كرة مراني، راني الجهه اليمنى فرصه صالحه العناصر الوطنيه تحت التمرير. مبارك بوصوفة يرجع الكره بيد بوصوفة، يرفع كره عاليه العربي وتدخل سانو جيرمان. صالحه المنتخب البوركينابي رزاق تراوري اسماء كتعيب السعيدي يحضر في 20 دقيقة الأخيرة نادي النابل في اللقاء الأخير. حضر بن عطية كذلك هي بالجاهزية وما يؤرق كذلك المنتخب الوطني المغربي صح القول. اسماء لا تلعب كرسمية لكن في آخر المطاف تحضر في مفكرة لجريتس، الذي قال مسبقا ان من المشاكل التي يمكن عانى من المنتخب هو غياب اسماء رسميه، لكن هناك اسماء اخرى رسميه يمكن ان تكون حاضره في البطوله الوطنيه في دوريات اخرى. غياب الانسجام الشيء الذي اثر على المنتخب الوطني المغربي في الكاس الافريقيه وطرح اكثر من علامه استفهام للمنتخب الذي قدم لم تكن عروض قويه لكن قدم حضور على مستوى مباريات ودية، لكن في كأس إلجي ربما كان هناك بعض الأشياء التي لم تظهر ما بعد الانتصارات التي حققها المنتخب خصوصا المنتخب الجزائري وأمام منتخب تنزانيا. هذا مباراة محاولة المرور، محاولة الاختراق، وهناك خطأ يقول الحكم غيفريك خطأ لاحظوا احتجاج المنتخب البوركينابي رغم أن اللقاء ودي لكن نعرف أن المباريات الودية لطالما كان في طياتها لمحة رسمية، لكن لا ننسى أن المنتخب البوركينابي أمامه ضغط الجماهير البوركينابية بعد الإقصاء الأخير، بالتالي هو بدوره يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية ولو معنوية قبل دخول غمارة المنافسة الرسمية في التصفيات. بارك مصطفى في التنفيذ، مرتكب الخطأ كوني جاد جاخيد جا احترف بدينامو بوخارست الروماني
ستلعب الكرة و ستنفذ. يعيش 42 دقيقة لما تقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف مقابل شيء، هل سيضيف هدف آخر قبل نهاية الجولة الأولى؟ تلعب الكرة داخل منطقة عمليات راسية، لاحظوا دائما الكرات العالية في منطقة العمليات هي في حوزة المنتخب البوركينابي. لاحظوا مسبقية لكوني بكاري أمام المراني، هناك بعض الأشياء التقنية اللي مازال فيها عمل كتنفيذ تنفيذ الضربات الثابتة والارتقاء الكرات العالية الهوائية. كرة أمامية الآن جاء العربي، العربي كيتمكن من الكرة، العربي غيبحث عن التمرير، كبر الكرة لو سجل بالرضا. هناك راية، هناك راية، هناك راية، هناك راية. هل هناك خطأ؟ هل هناك خطأ؟ كان يكون أمر جميل لو سجل بالرضا الكرة، غيكسب ثقة أكثر وغينسجم أكثر وغيصبح ابن الدار بشكل كبير في أول لقاء. تابعوا الإعادة، هناك خطأ بالرضا، كان ممكن أن ينهي الأمور. أين هو الخطأ؟ وهل هناك خطأ؟ نتابع الإعادة، ليس هناك خطأ. نعم زاوية الرؤية التي أمامي لا أظن أن هناك خطأ. الرادع حرم من الهدف الأول له رفقة المنتخب الوطني المغربي، نجم خطاب الإسباني. تعود الكرة سانو جيرمان، سبق وتحدث جريتس عن تضييع الفرص، أننا نضيع كثيرا الفرص و عملية تضييع الفرص هل لازالت حاضرة؟ كرة من الجهة اليمنى، بالفعل يمكن الحديث عن المنتخب الوطني المغربي أمام إفريقيا الوسطى، ضيع عديد الفرص على مستوى الخط الأمامي، تقريبا سبعة فرص سانحة للتسجيل. بالتالي يجب ان تكون واقعيه اكثر والفعاليه على مستوى الخط الامامي كي ننسى مثل هذه الامور التي يمكن ان نتحدث عن لقاء المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب التونسي في كاس افريقيا الاخيره. عديد الفرص ضاعت مع بدايه المقابله، وهذه الفرص التي ضاعت كادت ان تغير عديد الاشياء. فيمكن القول المنتخب الوطني المغربي عندما يضيع الفرص خصوصا في الجوله الاولى يمكن ان نقول انه يفقد الثقه اكثر وتتغير الامور. دقيقه واحده كوقت بدل ضائع. بن عطي يمرر الكره، زكريا البيض غير حاضر لحد الان. العربي يمرر الكره اتجاه بن عطيه داخل منطقه العمليات، والحكم لم يعلن اي شيء. بن عطيه دور المهاجم، دور المهاجم. نتابع الاعاده، كان تدخل من دافع المنتخب البوركينابي بول كوليباري. يعود بن عطيه، لاحظوا النقاش، لاحظوا الحديث، لاحظوا اكيد الحديث عن الخطه والاسماء ومكان منتظر وما هو منتظر. هذا ما يقرق وما هو واضح، الكل يريد رؤيه المنتخب في احسن حالاته. وفي هذه الاثناء يعلن الحكم عن نهايه الجوله الاولى بتقدم المنتخب الوطني المغربي بهدف مقابل شيء، هدف مبارك بوصوفة. مشاهدينا الكرام، عوده الى البلاتو بعد لحظات إن شاء الله، سنلتقي بكم مع بداية الجولة الثانية في أمان الله.
فيما المنتخب الوطني المغربي مشاهدينا كان هناك تغييرات، دخول كل من سمير الزكرومي مكان المهدي بن عطية، ودخول بكر الهلالي مكان زكريا البيض. هذه التغييرات بالنسبة للجولة الثانية في هذا اللقاء مشاهدينا بالحضور الجماهيري هنا بملعب مراكش. الجمهور الذي جدد ثقته، كرة خطيرة داخل منطقة العمليات وتدخل نادي المياغري، كان تدخل موفق، تدخل موفق، سنتابع الإعادة. كرة مباغتة، دخول منطقة العمليات والتسديد من رزاق، رزاق تراوري كان صاحب الكرة الأخيرة، والتدخل. قلت هذا الجماهير الحاضرة التي عادت لتجدد الثقة مرة أخرى في عناصر سبق وأن أعطيتها أو كان أمامها ثقة الجماهير والناخب إيريك جيلتس من عطية وأسماء أخرى. اليوم الجمهور المغربي يعطي الثقة من أجل المصالحة مع النتائج ومع المنتخب الوطني المغربي الذي أمامه فرصة أخرى من أجل البحث عن الانسجام، فرصة أخرى لمصالحة الجمهور المغربي بنتائج إيجابية. لا مجال للخطأ في قادم الخطوات والمناسبات للمنتخب الوطني المغربي بقيادة إيريك جيلتس، وبالتالي حضور الجماهير اليوم عنوان المساندة والمؤازرة من جديد. بناء هجومي صريح المنتخب البوركينابي، هناك كما سبق وشرت في الجوله الاولى غيابات على راس مروان الشماخ والسعيدي والاحمدي والقادوري وعدوى وبالهندا والعلي والقنطاري ونبيل درار اللي غاب وقال ان زوجته حامل وبالتالي يصعب عليه الحضور. لاعب موناكو قادم من الدوري البلجيكي، هنا التسديده وتدخل سانو جيرمان، اولى لمسات بكر الهلالي لاعب الوداد الرياضي البيضاوي. اذا تكلمنا على الاصابات وقلنا ان علامه استفهام على مجموعه الاسماء الغائبه، هناك حجي لم ينادي عليه إيريك جيلتس وتعربت وخرج، فيما اصابه الشماخ العير الغير موضوعه في الموقع الرسمي للارسنال اللي كان حاضر في قمة الأرسنال وتوتنهام في كرسي الاحتياط، وكان حاضر رفقة المنتخب الوطني المغربي حتى الأمس، وغادر بعيدا عن تشكيلة الأسود. ستلعب الكرة، جوج ديال التغييرات تشكيلة المنتخب الوطني المغربي. يدخل سكرومي بجانب المراني، هذا هو الدفاع الرسمي للمغرب الفاسي. الجماهير المراكشية والمغربية الحاضرة، دخول بكر الهلالي مكان زكريا البيض اللي ما شفناهش في الجولة الأولى، ما عطاش أي إضافة في أول ظهور له. هناك تماس، محمد كوفي من راسية، قد رجع المنتخب بوركينا فاسو. بوركينا فاسو تحت قيادة باولو دوراتي المدرب البرتغالي اللي كان في آخر محطة له مدرب نادي لومون الفرنسي. تلعب كرة أمامية منتخب بوركينا فاسو، كرة داخل منطقة العمليات وتدخل نادي المياغري. سنة 1998 لما نظم بوركينا فاسو البلد كأس افريقيا وتسربوا على النهاية. قتروسي أكبر حصة فاز بها المنتخب البوركينابي كانت أمام المنتخب الموزمبيقي بأربعة أهداف مقابل شيء. كرة صالح المنتخب الوطني المغربي، كرة أمامية بالرأس تجاه العربي، راسية حول انطلاق بصير، بصير زال كيحافظ على الكرة، كترجع كرة الخلف، هرماش عند سكرومي، هرماش
البصر. الجهه اليمنى امرابط بحث عن التبرير، برادا كيرفع كره عاليه اتجاه العربي. العربي كيمرر الكره داخل منطقه العمليات، وهناك ركنيه بعد كرة عالية من التدخل، ترجع مرة أخرى قد صحيح كان رابع المنتخبات في كأس إفريقيا 98، منتخب بوركينا فاسو من ضمن الدورة الدور الربع، عفوا الرابع ليس دور الربع. مباريات أخرى ودية كاللقاء المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الألماني، وهولندا أمام إنجلترا. فأثناء هناك عملية إحماء كرسي احتياط عناصر كرسي احتياط المنتخب الوطني المغربي. تماس هيرفيزينغي وفيد الجديد تشكيلة المنتخب البوركينابي. كرة سارة متغلطة المغربي، البحث عن التسديدة والتمرير، كيبحث عن التمرير، لازال كيعبد على الكرة ضايعة. كرة أخرى قتالية كبيرة، لاحظوا قتالية عناصر المنتخب البوركينابي في وسط الميدان. هنا محاولة لتمرير الجهة اليمنى بالفعل، لكن أمرابط ما تمكنش من الكرة. تنفذ التمس زينكي، كاين في التمس كترجع الكرة، هناك تماس آخر. بصير تنفيذ وصوفة بصير رادا رفصت الميدان صالح المنتخب البوركينابي. رجع من جديد بحث على بناء هجومي، كرة الجهة اليمنى ياميغو نارسيس، كرة داخل أو مبعدة من خارج منطقة العمليات. كرة أمامية وهناك تسلل، تابعوا لهذا نهائي من التسلل. سكرومي المدرب الثاني والثالث لا أعرف، هو بارو مختار، ثلاث مدربين في كرة احتياط بدلاء المنتخب البوركينابي. بصير كرة أمامية أمرابط، أمرابط مقطوعة الكرة، تمس الجهة اليمنى بوصوفة ما تمكنش من الكرة وضربة مرمى. عناصر انزيما خشك الله كرة تعود راسية، هناك خطأ كيقول الحكم سمير السكرومي. أول حضور سامي 85 لاعب المغرب الفاسي، رجع كرة سكرومي مياغري المراني بكرة الهلالي المراني رادا
هذا اللي انطلق في نادي سينار مواسي ثم باريس سان جيرمان الفريق الثاني وخطافي الاسباني 22 سنة عبد العزيز برادة. كرة أمامية في الرواق الأيسر الكعب عودة مرابط للتغطية الدفاعية هناك لمسة يد كيقول الحكم تعبوا الإعادة تنفذ عن طريق ياميغو ونارسيس ياميغو ونارسيس في التنفيذ مثال البرتغالي نارسيس في التنفيذ يرفع الكره داخل منطقه العمليات ويبعد هرمش هرمش نارسيس يعيد الكره لسانو جيرمان عن تيريك جريس مطالب ب إيجاد توليفة للمنتخب الوطني المغربي في أسرع وقت أن هناك غياب مواعيد أخرى للفيفا أجل تعزيز الصفوف وبالتالي من هنا أشار إلى فكرة منتخب محلي أجل تطعيم الفريق الأول والأمامية يجتمع ثلاثة أيام في الشهر هنا أمرابط مازال كيعطيها الكرة الرادة تطير له الكرة بتروية جوناتان رزاق حول التمرير كانت مروان بافلورو العربي صباح كيرجع لوسط الميدان من أجل البحث على الكرة هناك خطأ كيقول الحكم كره عاليه محاوله كانت من هيرفي زينغي كترجع مره اخرى صالح العناصر الوطنيه تمريره من هرمش الشماميه هناك العربي وضغط على الحارس من طرف العربي لكن يبعد الكره سانو جيرمان بعد ما مرر الكره كوني بكري بركديش بركديش يمكن نقولوا ان موقع على حضور جيد بطريقه جميله كيمر الرواق الايسر هناك تماس خصوصا ان منذ توقف الحضري على الممارسه وجدنا صعوبه في وجود لاعب يجيد التعامل مع الرواق الايسر يدافع ويهاجم ويمرر كرات حاسمة كرة تعود لدفاع المنتخب البوركينابي مرة أخرى يعادل سانو جيرمان هدف مقابل شيء هذه النتيجة المسجلة مهدي كارسيلا سيدخل في هذا الأثناء لاعبان فيما خشك الله وسط الميدان مقطوعة خطأ قبل الكرة بتروية جوناتان أكيد الجمهور المغربي في كل مكان كتاب هذا المقابلة والجالية المغربية المقيمة من الخارج هنا هناك 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 أشياء تقع الآن يعني هرمش تجلح اللاعبين أن هناك أظن حد عناصر المنتخب البوركينابي قام بحركة خلات أن هرمش يترك اللاعب ويدخل نحاولوا نشوفوا شنو وقع بالضبط نعم اللقاء هو ودي وبالتالي كنتبعوا أن هناك بعض تدخلات المنتخب البوركينابي تدخلات قوية يجب تهدئة اللاعب يعني
كان قبل ذلك كابوري كان عنده نقاش مع بوصوفة ما شفنا شنو وقع قبل، والحكم كان قريب، الحكم كان قريب من العملية. علي المغيفري دان سيشير البطاقة الصفراء لشارل كابوري، أظن أن شارل كابوري هو اللي حصل بطاقة صفراء، ومبارك بوصوفة إذن مبارك بوصوفة كذلك حصل بطاقة صفراء. إذن كابوري كارسيلا يدخل مكان نور الدين أمرابط، سانو جيرمان دي كارسيلا وتغيير ثالث المنتخب الوطني المغربي. أظن أن هناك أماكن أخرى قد تتغير باقي الدقائق. سكرومي كيتاليا يوقف لاعب يايا كيبي، سكرومي اللي يمكن نقول أنه أصبح من أبرز اللاعبين في البطولة الوطنية، وزاد اختمار مع مرور الدورات والمباريات الإفريقية رفقة المغرب الفاسي، لعب السابق لرشاد والرجاء. هنا كرة أمامية، العربي العربي غيبحث على المراوغة، تديله الكرة يوسف العربي، صالح فلورون في وسط الميدان، يكون هناك تغيير آخر، يدخل كيبي بوبكار، كيبي بوبكار رقم 20، غنشوفوا مكان من يدخل هذا اللاعب. حول التمرير كارسيلا، العربي العربي لازال كيعرض على الكرة، كرة في وسط ميدان بكرة الهلالي، برقديش حاول التمرير في العمق، العربي العربي كيمر الكرة ضغط ضغط عملية، والهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي، الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي، يوسف العربي لاعب الهلال السعودي، لاعب الهلال السعودي يسجل الهدف الثاني، هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء. دان إيريك جيريتس يتابع، لاحظوا الإعادة، عربي كيمرر وبرادة قام بعمل كبير، برادة ربما يمكن نقول انه احد الاسماء اللي قد تكون منذ لقاء اليوم حاضرة، قوة لاحظوا برادة، هي كرة جميلة امام العربي، برادة سجل هدف بنسبة كبيرة يمكن نقوله، وفرحة فرحة امل، فرحة امل لأطفال صغار أكيد أملهم البحث عن الألقاب رفقة المنتخب الوطني المغربي وتقديم صورة. في 2004 عندما خرج المنتخب الوطني المغربي من النهائي خرجت الجماهير بمختلف الأعمار راضية عن الأداء وبفرحة لا تنسى، آنذاك لا أحد كان يترقب وينتظر بلوغ المنتخب الوطني المغربي للنهائي، اختمرت هذه الأسماء وكبرت وأصبحت محترفة بمختلف الدوريات الأوروبية، غاب منها البعض عن الرسمية وحضر البعض الآخر، وبالتالي اليوم
فرصة لأسماء أخرى على رأسها برادة والأسماء المحلية. أسماء المنتخب الوطني المغربي. كرة داخل منطقة العمليات، محاولة تسديد خطيرة، الكرة الأخيرة. تهديد خطير للمنتخب البوركينابي عن طريق ياميوغو نارسيس معترف بالدوري البرتغالي. كرة عالية راسية والتماس. 67 دقيقة مرت، تقدم المنتخب الوطني المغربي بهدفين مقابل شيء. كرة صالح اللاعب بتروية جوناتان، تعود مرة أخرى. شارل كابوري، هنا نارسيس أمامي الكرة. ميغري، بكرة الهلالي، الهلالي بكرة الهلالي كيرفع كرة، مازال كيحافظ على الكرة برادة. هناك تسلل كيقول الحكم. يمكن نقول أن المنتخب الوطني المغربي عنده لاعبين مهاريين، عندهم مهارة، لكن كنعرفوا أن الكرة أصبحت أكثر خصوصا في أفريقيا كتعتمد على المهارة والبنية الجسمانية والقوة الجسمانية والقتالية، وهذه من الأشياء المهمة، وكذلك العزيمة والرغبة في الانتصار. شكلة المنتخب الزامبي رفقة المغمور سابقا هيرفي رونار، النجم حاليا بالنسبة للمدربين الأفارقة. الانطلاق من جديد، القادمون من الخلف بالنسبة للمنتخب البوركينابي المحاولون أو يحاولون بناء الهجمات. كرة من الجهة اليسرى، كوفي، رزاق، كوني، باكاري، فلورون، كوفي، بكرة الهلالي كيتدخل. كرة عند كارسيلا، كارسيلا كيبحث على المرور. لا داعي لمثل هذه الكرات، ان كان من الاحسن يبحث على اللاعب الجماعي والتمرير. تدخل السكرومي، ان الاهم هو ابعاد الخطوره، ان في المباريات الرسميه والحاسمه مثل هذه الكرات قد تتحول الى هجمات فيها خطوره على مرمى حارس المنتخب الوطني المغربي. هرمش كيمرر الكره من العربي، لاحظوا برادة، برادة، كارسيلا، بوصوفا، بوصوفا، العربي، بكرة الهلالي، بركديش، بركديش، العربي كيحافظ العربي على الكره، كيمرر لكن ضيع. عودة المراني، المياغري. كنقولوا ان النتيجه المسجله ونتيجه الانتصار المنتخب الوطني المغربي حققت هي انتصار معنوي. هذه التصفيقات من الجماهير هي لعمليه دخول عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله اللي نادى عليه المساعد كوبيرلي، غادي يدخل في هذا الاثناء امامه 20 دقيقة. حمد الله، نتمناو أن نشوفوا هذا اللاعب كيسجل أهداف، رغم أنه كان من المنتظر يكون رفقة المنتخب الأولمبي، لكن إيريك جاريت لآخر لحظة ينادي على حمد الله من أجل الظهور كرسمي في هذا النزال. هداف الدوري المغربي بتسعة أهداف، لاعب أولمبيك أسفي الذي لم ينصف رفقة المنتخب الأولمبي ولم يكن حاضرا بالرغم أنه كان الأجود والأحسن على مستوى البطولة. هنا كرة عالية لكن لم يحضر رفقة بن فيربيك ويحضر رفقة إيريك جاريتس، وكرة صالحة المنتخب البوركينابي من الجهة اليمنى، البحث عن التمرير، كرة أمامية، تدخل المراني، بكرة الهلالي،
بكر الهلالي تو كيتحرك بطريقه جيده رفقه المنتخب وسط الميدان، يتحرك كما لو انه سبق ولعب رفقه المنتخب الوطني المغربي. وهذه هي النقطه الايجابيه اللي يمكن نقولوا حتى بالنسبه لبكر الهلالي. بكر الهلالي في حديث قصير قال لي امامي فرصه قد لا تتعوض مره اخرى، نعم فرصه حمل قميص المنتخب الوطني المغربي. حلم كل لاعب مغربي في كل مكان. وهنا سيدخل عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله برقم قميص مروان الشماخ 17 يدخل. كل الجماهير تساند حمد الله وخروج يوسف العربي. تابعوا الهدف ديال يوسف العربي، الهدف الثاني للمنتخب الوطني المغربي. يوسف العربي وهنا ستلعب الركنية، ستلعب الركنية. مبارك بوصوفة كيرفع الكرة عالية بحثا راسية. سمير الزكرومي، سمير الزكرومي كان صاحب راسية، يعود للتغطية الدفاعية وضربة مرمى من سانو جيرمان. سانو جيرمان كيرفع الكره جوج الاهداف دخلت مرماه في هذا الدقائق التي مرت لحد الان. هنا تمريره اماميه، البحث عن التمرير، الكره اماميه، هناك تسلل يقول الحكم المساعد الاول عبد الرزاق حمد الله كان متسللا يقول الحكم. تابعوا الإعادة. كرة بين هجوم جديد لدى المنتخب البوركينابي. هدفين مقابل لا شيء. المنتخب الوطني المغربي كيبحث على الجيل هدف أخرى. منتخب بوركينا فاسو بدوره كيبحث على بلوغ مرمى المنتخب الوطني المغربي، مرمى الحارس نادر المياغري. كره اماميه كترجع بالراس من المراني. رزاق تعود من كابوري حول التمرير. رزاق دفاع متقدم في وسط الميدان من طرف العناصر الوطنيه. هرماش قيم دور جيد في وسط الميدان. برادة يمرر إلى بوصوفة، تمريرة جميلة، تمريرة من بوصوفة أمامية الحمد لله. الحمد لله بوصوفة كترجع مرة أخرى من الجهة اليسرى. بكر الهلالي لازال كيحافظ على الكرة. بكر الهلالي، بكر الهلالي يعيد الكرة للخلف كل ثقة. والتغطية وتدخل قوي أمام كارسيلا. كل ابتسامة كارسيلا تقبل هذا التدخل. كان فيه خطورة رغم انه بعد الكرة. كرة على مقربة منطقة العمليات. البحث عن التمرير لازال كيحافظ على الكرة. برقديش بطريقة جميلة كيمر برقديش. لو سجل الهدف الثالث. لو سجل الهدف الثالث برقديش هو اللي مرر، هو اللي راوغ. رويدا رويدا يكسب الثقة هذا اللاعب برقديش ويبحث عن الرسمية في هذا الممر. تابعونا التسديدة. التسديدة كانت من برادة. سينصف برادة إن سجل الهدف لأنه يقدم عرض جيد أمام الجماهير المتابعة. هو الذي كان أحد نجوم كأس إفريقيا 25 سنة. هنا بمدينة طنجة وبمركب مدينة مراكش. كرة تعود من جديد أمامية كترجع بالراس مرة أخرى. شارل كابوري كذلك يقوم بدور محوري. شارل كابوري هو اللي حوزته الكرة. أولمبيك مارسيليا
النجوم منتخب بوركينا فاسو حاول المرور من لاعب الخريطيات يا كيبي كوفي من جديد مرغمين على ارجاع الكره للخلف بيتر ويات جوناتان حاول المرور سكرومي كيدخل بقوه سكرومي كي يبعد الكره نفذ التماس بلا هجوم جديد خلاصة القول طالبين بتشجيع المنتخب الوطني المغربي فيما تبقى من لاحظوا تمريرة جميلة من هرمش قلت مطالبين بمساندة المنتخب الوطني المغربي هذا أكيد في هذا الموسم الحافل بالمناسبات كرة أمامية مقطوعة من كوني بكري فهذه الفرصة الأخرى لإيريك جيريس والعناصر الوطنية كارسيلا بوصفة والمراد هو التأهل إن شاء الله لكأس العالم 2014 وكذلك كأس إفريقيا 2013 وبناء فريق قوي فريق استفاد من الأخطاء السابقة منتخب استفاد من الأخطاء السابقة منتخب تعلم الدروس بما يكفي وهذا هو المراد كل هدوء كيسير المنتخب الوطني المغربي المقابلة بكل هدوء كيحاول أنه يبني الهجمات ويسيطر على إيقاع المقابلة كارسيلا هناك تغيير كيغادر شارل كابوري يدخل تراوري بيرتران تراوري واللاعب اللي كيدخل لاعب تشيلسي الانجليزي ويدخل كذلك سانكاري مكان بول كوليبالي بيرتران تراوري في عمره 16 سنة تراوري رقم 10 في عمره 16 سنة لاعب تشيلسي كذلك دخل سانكاري من أجل تطعيم منتخب البوركينابي المنازم بهدفين مقابل لا شيء كرة في وسط الميدان هناك خطأ كيقول الحكم أكيد أمامكم باولو وراتي اللي غادر المنتخب البوركينابي بعد الخروج من الدور الأول من كأس إفريقيا الأخيرة ورجع حتى الأمس إلى الفندق رفقة المنتخب البوركينابي ليكون حاضر اليوم في كرسي الاحتياط محاولة بطريقة جميلة من اللاعب شارل كابوري اللي ما غادرش فقط التصحيح كرة أمامية بالرأس كوفي رجع مرة أخرى بكر الهلالي في وسط الميدان بكر الهلالي يحصل له خطأ تغيير آخر يدخل لاعب ني أداما يغادر بيتر ويا جوناتان واللاعب اللي كيغادر العميد يدخل ني أداما
تغيير آخر في تشكيلة منتخب البوركينابي. سكرومي المراني الهلالي كرة أمامية تمريرة الجهة اليمنى فرصة كارسيلا كارسيلا كيروح بطريقة رائعة كيرفع كرة كأنك تدخل ويبعد بالراس تعود مرة أخرى طريقة جميلة المراوغة هرماش برقديش هرماش طريقة جميلة برقديش رجع الكرة لهرماش عوض رجع الكرة للخلف بصوفة برادة هرماش هرماش كدير الكرة كتبها بحوزة المنتخب بوركينابي في وسط الميدان تمريرة أمامية من كيبي تمس كارسيلا كارسيلا كدير الكرة هناك تمس صالح المنتخب البوركينابي كوفي في التماس كرة صالح المراني مياغري كرة بالراس كوفي كترجع من فلورون نارسيس 83 دقيقة منتخب الوطن المغربي لا زال كيبحث على تسجيل أهداف أخرى الجهة اليسرى كوفي كيسدد لكن بعيدة سيتم اللجوء إلى التسديد من بعيد لأن ما كانش هناك حل أمام مهاجمي منتخب بوركينا فاسو نتابعوا العادة سيدة بعيدة بالفعل أمامهم صعوبة في صياغة دفاع المنتخب الوطني المغربي ياغري ترجع الكرة فرصة للمنتخب الوطني المغربي حكم يقول ما كاينش هناك ضربة جزاء إيريك غيريتس إيريك غيريتس يحتج على الحكم المساعد على الكرة الأخيرة وقال أن هناك لمسة يد كان احتجاج من إيريك غيريتس كرة من الجهة اليمنى لصالح المنتخب البوركينابي أظن حتى التعامل مع الكرة ما كانش طريقة جيدة محاولة تألق نادر المياغري نادر المياغري وردة فعل قوية بكل صراحة وجميلة أمام نيادما نيادما كان قريب من تقليص النتيجة لكن نادر المياغري يوقف الكرة بطريقة رائعة يوقف الكرة التي ارتطمت بالقائم الأيسر تلعب الكرة عالية داخل منطقة العمليات الراسية هناك خطأ تابعوا الإعادة ديال الكرة اللي طالبوا من خلال عناصر المنتخب الوطني المغربي نعم بارك بوصوفة بارك بوصوفة لاحظوا الإعادة هنا محاولة المنتخب البوركينابي نعم نادي المياغري نادي المياغري هو اللي يخرج الكرة إلى الزاوية باليد اليسرى هل سيدخل اللاعب البحري اللاعب البحري هو اللاعب اللي غادي يدخل في هذا الأثناء في هذا الخمس دقائق الأخيرة البحري لأن يكون تغيير آخر في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي كرة الجهة اليسرى مقطوعة من كوني باكاري بحري يدخل في هذا الأثناء كرة الجهة اليسرى ني آدما
تسديدة لكن بعيدة. البحري إبراهيم البحري كيغادر عبد العزيز برادة يدخل إبراهيم البحري لاعب متصدر البطولة الوطنية الفتح الرياضي الرباطي اللي كان لعب سابقا وفق فريق الجيش الملكي ومر تجربة احترافية في فرنسا ثم رجع لاحضان البطولة الوطنية الدوري الاحترافي المغربي. سانكارا مرة أخرى المنتخب البوركينابي لكن بدون أي نجاة هجومية. عود كيبي يعيد الكرة الخلف مرة أخرى من الجهة اليمنى تغيير وهناك خطأ لصالح برقديش. برقديش يحصل خطأ هرماش. هرماش بكر الهلالي المراني سكرومي المراني حاول الانطلاق عن طريق الرواق الايسر للمنتخب البوركينابي من الجهه اليسرى يبعثها للتمرير وراسيه من المراني بصير يمرر الكره كترجع مره اخرى للجهه اليمنى ضغط المنتخب البوركينابي في هذا الاثناء بوصوفا بوصوفا هناك لاعب كريستيان باصير مصاب ميكائيل كريستيان باصير جوج ديال اللاعبين اللي بقاو كيقوم بعمليه الحمام بوخريس والكوتري بوخريس واللاعب اظن اللي غادي يدخل في هذا الاثناء لاعب الفتح رياض رباطي كريستيان باصير يصاب نتمنوا ما تكونش اصابه خطيره لاعب بورصه سبور 27 سنه ميكائيل كريتيان باصير رقم 34 في مشوار رفقه المنتخب الوطني المغربي او 38 عفوا بوخريس تابعوا يدخل مكان من تقريبا شفنا كل اللاعبين اللي جالسين لكرسي الاحتياط دخلوا كلاعبين احتياطيين والان غادي يدخل مكان ميكائيل كريتيان باصير غيدخل لاعب بوخريس عبد الفتاح كوتاري اللاعب الوحيد اللي كيبقى في كرسي الاحتياط واللي ما دخلش في هذه المقابله مره اخرى كره في وسط الميدان بحري ابراهيم يعيد الكره الخلف بوخريس سكرومي اصبح كيلعب مكان كريتيان باصير طريقه جميله كانت المراوغه انطلاق كره اماميه بوصوفا مازال كيعاود الكره كيمرر الكره للجهه اليمنى كارسيلا كارسيلا كيبحث على المرور كارسيلا لكن كترجع الكره لناصر المنتخب بوركينا فاسو محاوله من الجهه اليمنى اخر الدقائق والثواني في انتظار الوقت بدل الضائع انطلاق الان بوصوفا بوصوفا الجهه اليمنى عند كارسيلا لكن الكره كانت سريعه
الأقل إسعافات الأولية باصير. كرة أمامية انطلاق في وسط الميدان. هرماش الحكم كيقول أن هناك خطأ. خطأ صالح هيرفي زينغي أو روان باب فلورون واللاعب اللي كيحصل له خطأ. انتظار الإعلان الوقت بدل الضائع اللي أو اللي هو خمس دقائق. سننتظر تلعب الكرة. تمريرة من شارل كابوري العميد قرب إلى ضربة مرمى آخر اللحظات، و نتيجة دائما تقدم البوتغلو المغربي بهدفين مقابل الشيء في لقاء البحث عن تجديد الثقة والمصالحة رفقة الجماهير من بعد النتيجة المخيبة للأمال لكأس إفريقيا الأخيرة غينيا سيواوي والغابون. هل سننسى نتائج الكان ونفتح صفحة جديدة من أجل البحث عن منتخب قوي ينازل المنتخبات الإفريقية في قادم المنافسات؟ سننتظر ونترقب في هذا اللقاء. يمكن نقول أننا تابعنا وجوه جديدة، وجوه تبحث عن رسمية، تابعنا غياب أسماء أخرى طالما كانت رسمية إما بسبب الإصابة وإما بسبب كذلك اختيارات المدرب إريك غاريتس الذي قال أن الجاهزية هي عنواني بالنسبة لما هو قادم في المنافسات والمناسبات القادمة رفقة المنتخب الوطني المغربي. إذن الكل سيترقب وينتظر أن الوقت يمر، وكذلك المنتخب الوطني المغربي ليس أمامه وقت كبير، وهذا اللقاء الوحيد الذي كان أمامه ومحددا بتواريخ الفيفا. غادي تلعب الكرة عن طريق شارل كابوري. كرة عالية داخل منطقة العملية تيم الإبعاد من الهلالي. تعود مرة أخرى فرصة للمنتخب الوطني المغربي، ما كانش هناك تسلل، فرصة للمنتخب الوطني المغربي. مصطفى كيمر الكرة، إمكانية تسجيل الهدف الثالث الآن. هذه النقطة التي لم يتحرر منها المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هي تضييع، هذه المرة كانت من عبد الرزاق حمد الله اللي كيلعب لأول مرة واللي أمامه أول فرصة واللي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثالث يعطيه معنويات أكبر وأكثر، لكن كنعرفوا الضغط، كنعرفوا مجموعة من الأشياء كانت أمام عبد الرزاق حمد الله، ولكن صراحة كان تمام فرصة سانحة للتسجيل ضاعت في آخر المطاف. ليبقى الحال كما هو عليه، هدفين مقابل لا شيء، وكرة أمامية الزكرومي. العلامة الكاملة للزكرومي صراحة، العلامة الكاملة لبرادة المياغري وبكر الهلالي والمراني وبركديش بوصوفة كذلك يمكن الحديث لتسديده لكن بعيدة. يمكن الحديث عن مكسب جديد للمنتخب الوطني المغربي لبعض الاسماء، لكن يجب ان يستحضر او تستحضر العناصر الوطنيه دائما انها ستنازل منتخبات قويه لا تعرف التواضع وهي المنتخبات الافريقيه. اذا مشاهدينا الكرام في كل مكان، انتهت المقابله بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البوركينابي بفوز المنتخب الوطني المغربي بهدفين مقابل شيء. هدف مبارك بوصوفه في الجوله الاولى ويوسف العربي في الجوله الثانيه. هذه النتيجه، وسنعود بكم الى البلاطو هذا. معلقكم يسر مراكشي يحييكم، على امل اللقاء بكم في باقي المناسبات القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.